السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. ثم أما بعد، النهاردة في قناة مصراوي بلس هنشرح عن عملاق جوجل جيميناي. طبعا احنا اتكلمنا في فيديو سابق عن جيميناي وقلنا هو بيعمل ايه، بس ما كانش نزل للجمهور او للعام. النهاردة جيميناي بقى متاح للعامة جميعا، وتقدر تعمل تشوف جيميناي دلوقتي، وتقدر تتفاعل معاه كشكل شات جي بي تي كده. بس قبل ما نشوف جيميناي ومميزات جيميناي 1.5 برو، هنشوف الفرق بينه وبين كلودي، ونشوف الفرق بينه وبين شات جي بي تي 4، ونشوف الفرق بين جيميناي 1.0 برو. النهاردة لو انت اول مرة تشوف قناة مصر او بلس، فاحنا اول قناة عربية مصرية بتهتم بالذكاء الاصطناعي وشروحات الذكاء الاصطناعي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لنا لايك للفيديو، ويلا بينا على الشرح على طول عشان ما نضيعش وقتكم. جيميناي يا جماعة، زي ما انتم شايفين، لو دخلنا على الورقة او البلوجر بتاعت جيميناي، او الصفحة الورقة البيضاء زي ما هم بيقولوا، الصفحات البيضاء زي ما هم بيقولوا، جايب لك هنا شارح لك الفرق بين جيميناي 1.0، وطبعا احنا جيميناي 1.5 اللي هنشرحه. فجيميناي 1.0 بيقول لك بيدي لك 32 كي، يعني 32,000 نتيجة، والشات جي بي تي بيدي لك، الشات جي بي تي 4 بيدي لك 122,000، الكلودي بيدي لك 200,000. النهاردة يا جماعة بيدي لك جيميناي 1.5 بيدي لك 10 مليون نتيجة. بيقول لك في ساعة فيديو، وواحد ساعة و11 ساعة اوديو، و10,000 خط بتاع برمجة، و700,000 كلمة. متخيلين حجم الداتا والجمال بتاع الداتا يا جماعة؟ فطبعا هو بيشرحوا هنا جيميناي. طيب هو جيميناي يعني ايه يا جماعة؟ واحنا اتكلمنا عن جيميناي قبل كده، وقلنا ان هو فين جيميناي. نجيب لنا جيميناي هنا علشان اقول لكم افكركم بيه بس على السريع كده. انا كده هسيب لكم الفيديو ان شاء الله في ال هسيب لكم الفيديو في حرف الاي، وان شاء الله هسيب لكم رابط جيميناي اللي احنا هنشتغل بيه النهاردة في اسفل الوصف ان شاء الله، اسفل الفيديو في الوصف باذن الله. طيب جيميناي اللي احنا الرابط ده هسيبه لكم اسفل الفيديو ان شاء الله في الوصف. جيميناي اللي احنا هنشتغل بيه النهارده يا جماعه، تقدر دلوقتي تقدر ترفع صور، تقدر ترفع فيديو، تقدر ترفع فايل، تقدر ترفع فولدرات كامله وتديله وتحلل منها. يعني انت ممكن ترفع بي دي اف، ممكن ترفع بي دي اف صفحة، يعني كتاب في بي دي اف ممكن يكون 30 صفحة 40 صفحة، وتقول له رخصه له، هيرخصه لك. طبعا هيبقى ممتاز جدا ومتاح اكتر لطلبة الابحاث والطلبة اللي بيتعلموا كده واللي بيدرسوا. ليه؟ انت ممكن ترفع له الكتاب بتاع المادة كلها بي دي اف، وتقول له رخص لي الكتاب ده، هيرخصه لك في نقط معينة، او مثلا 10 صفحات الكتاب 300 صفحة اللي انت بتشوفه ده، هيخلصه لك في 10 صفحات، وده حاجة يعني قمة الابداع والروعة. طبعا جيميناي 1.5 بيتكلم باللغة العربية، وبيتكلم بجميع اللغات المعروفة حاليا، فهو سهل. يعني انا ممكن اديله فيديو واقول له الفيديو ده حوله لي لكود برمجة HTML، هيعمله لك. ممكن اديله فوق ملف اقول له الملف ده نظبطه وكذا. طيب احنا ندخل على الصور هنا مثلا، ونختار صورة زي بتاعة الوردة دي كده، ولما اديله صورة الوردة هنشوف هيقول لنا ايه. انت ممكن تدخل من الملف ده وترفع صورة ليك انت زي روشيتا او اشعة او اي حاجة من الحاجات دي، تقول له حللها لي. يعني لو انت رحت عند الدكتور وعمل لك روشته ومش فاهم هو كاتب فيها ايه، او اشعه، عملت اشعه او تحليل ومش عارف هو في ايه، يرفعه هنا، ارفع له من الصور هنا وقول له انا عاوز اعرف دي ايه. طيب انا هقول له باللغه العربيه حلل الصوره، فهو هيبدا يقول لي ان الصوره دي ورده. هيبدا يكلمني باللغه العربيه يقول لي ان الصوره دي مثلا عباد الشمس وكده.
فهنا زي ما انتم شايفين كده هو بيعمل من تحت هنا كده 15 ثانية 16 ثانية، على ان طبعا على ضغط جامد لان هو مجاني للعامة دلوقتي ولسه ما اتعملش بفلوس. من هنا تأكدوا ان انتوا اخترتوا جيميناي 1.5 برو، علشان يا جماعة الصور تفتح معاكم والفيديوهات والفايلات والكلام من ده. لو الموقع ما اشتغلش معاكم محتاجين ان انتوا تنزلوا برنامج VPN. انا داخل من امريكا، فانتم ممكن برضو الاداة دي، انا شرحت لكم الاداة دي قبل كده في فيديو سابق، هسيبه لكم برضو في الاي حرف الاي دلوقتي، واقول لكم ان انتوا الاداة دي تقدر بضغطة واحدة كده مجانا تقدر تغير المكان بتاعك. تمام. هنا قال لي بقى التحليل بتاعي قال لي الصورة عبارة عن لقطة مقربة لدوار الشمس، وهي فعلا ايه، وقال لي في حقل من ظهور عباد الشمس، ظهرت عباد الشمس في ازدهار كامل وصفراء والسماء صافية، تكون الصورة بسيطة ولكنه فعال. يمكن تفسير الصورة بعدة طرق، يمكن أن ينظر إليه على أنه رمز للجمال الطبيعي أو للأمل والتفاؤل. فطبعا ده يا جماعة يعني حاجة جميلة جدا إن هو بدأ يفهم الصور، يعني شات جي بي تي الفور بتديله صورة أو بيفهمها وكل حاجة، بس إحنا كمية البيانات اللي بيقولها جامدة. يعني دلوقتي أنا جربت كذا مرة إن أنا أحط له روشيتا، وأنتوا جربوا برضو، هاتوا روشيتا من على النت، اكتبوا روشيتا طبية وهات من جوجل روشيتا وارفعها وقول له ماذا يعني من ماذا يعاني المريض، هيقول لك ان المريض ده ربما يعاني من كذا. هات له تحليل طبي او تحليل دم بالانجليزي وقول له افهمني التحليل بيقول ايه، هيقول لك ان الراجل ده بيعاني من السكر او بيعاني من كذا ولازم كذا، ويدي لك كمان احتياطاتك ويقول لك انت لازم تعمل كذا. فاحنا يا جماعة الدم اختراع مهول وجامد وضخم من جوجل، طبعا شركة جوجل شركة عالمية وضخمة، فالشركة محترمة، وانصحكم كلكم تدخلوا على جيميناي 1.5 وتجربوه، هسيب لكم الرابط عليه. ولو انت اول مرة تشوف قناة مصرية بلس اشترك في القناة، فعل زر الجرس وشارك الفيديو مع اصدقائك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.